السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، سنتعرف اليوم مع بعضنا البعض على جمع المذكر السالم. قبل أن نتطرق إلى جمع المذكر السالم، يجب أن نتذكر ما هو الجمع. مفهوم الجمع، ما هو الجمع؟ أبنائي، الجمع لدينا معلم، معلمان، معلمون. أين هو الجمع؟ الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. الجمع هو ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. الجمع ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين. الغرض من الجمع ماذا؟ الغرض من الجمع الاختصار. الاختصار لأنه يغني عن عطف المفردات المتفقة لفظا ومعنى. فهمنا الجمع. الآن لدينا هذا التمرين، حدد الكلمات الدالة على الجمع مما يأتي: المدارس، عالمان، الأمهات، جبل، شارعان. المدارس جمع، عالمان مثنى، الأمهات جمع، جبل مفرد، شارعان مثنى. أغصان، الفاتحون، ابنة، قصتان، وكراريس. أغصان جمع، الفاتحون جمع، ابنة مفرد، قصتان مثنى، وكراريس جمع. الآن وصلنا إلى الهدف المقصود، وهو ما هو جمع المذكر السالم. ما هو جمع المذكر السالم؟ إذن جمع المذكر السالم ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين بزيادة واو ونون أو ياء ونون علماً على مفرده، وسلم فيه مفرده من التغيير، مثل: هو ناجح، هم ناجحون، هنأت الناجحة، هنأت الناجحين، فرحت للناجحين. لاحظنا أن الجمع المذكر السالم هو ناجح، أضفنا للمفرد واو ونون، الناجحة أضفنا ياء ونون، للناجح أضفنا ياء ونون. سنتعرف على متى أضيف واو ونون. واو ونون إذا كانت ضمة، وياء ونون إذا كانت فتحة أو كسرة. نلاحظ معا التمرين، حدد جمع المذكر السالم مما يأتي. زائرون، قرون، القادمين، ميادين، متفائلون. نفكر أين هو جمع المذكر السالم من بين هذه الكلمات. إذن زائرون جمع مذكر سالم،
قادمين جمع مذكر سالم، متفائلون جمع مذكر سالم. الباحثون الفاتحين غصون ملايين مبدعين. نفكر ثم نجيب. الباحثون جمع مذكر سالم، الفاتحين جمع مذكر سالم، ومبدعين جمع مذكر سالم. ندخل الآن علامة جمع المذكر السالم واو ونون على هذه الكلمات، ماذا تستنتج أو ماذا استنتجت؟ فلاح، أسد، حكمة، مجتهد، وقلم. حصلنا على فلاحون، أسد لم تتغير، حكمة لم تتغير، مجتهدون، وقلم. هل كل اسم مفرد يجمع جمع مذكر سالم؟ نفكر، هل كل اسم مفرد يجمع جمع مذكر سالم؟ يجمع الاسم المفرد جمع المذكر السالم إذا دل على، أول حاجة دل على مذكر مثل نجيب، دل على عاقل الإنسان مثل مجيد، دل على صفة في العاقل مثل طيب صادق. نعيد الآن التمرين الثالث، يقول صل بسهم بين الكلمة ونوعها مفرد أو جمع مما يأتي: مؤمنون، طبيعة، مكسور، يعبدون، قريبون، ومبدعين. جالس، عالمون، غني، فقيرون، عمرون، ومليون. إذن نربط كل اسم بما يناسبه، إذا كان مفرد نربطه بخانة المفرد، وإذا كان مذكر نربطه بخانة المذكر. نصحح مع بعضنا البعض. مؤمنون جمع مذكر، طبيعة اسم مفرد، بليون مفرد، سائرين ما نوعها؟ جمع مذكر، قريبون جمع مذكر، مبدعين جمع مذكر، جالس مفرد، عالمون جمع مذكر، غني مفرد، فقيرون جمع مذكر، عمرون مفرد، ومليون مفرد. ممتاز. الآن ما علامة الإعراب لجمع المذكر السالم؟ جمع المذكر السالم له علامة للإعراب، سنتعرف عليها مع بعضنا البعض. كيف
رأيت الناجحين. لا لي أنا. كيف رأيت الناجحين؟ رأيت الناجحين مسرورين. مسرورين حال منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جمع المذكر السالم. أعزائي التلاميذ أبنائي وبناتي، نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، وسنلتقي مرة أخرى في بمعلومات جديدة إن شاء الله. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.